عيدكم مبارك. تواصل هذه الأكباش حضورها في هذه الأيام في مجالس حديث العرب من المحيط إلى الخليج بسبب الغلاء الفاحش في أسعارها، ولكن إذا كانت هذه أول أضحية لك، كيف تشتري أو تنتقي الخروف الأفضل؟ نلتقي وينضم إلينا في هذه الفقرة الخاصة مدير دائرة البيطرة في بيت لحم دكتور كامل أبو عمرية. أهلا وسهلا بك دكتور كامل، وكل عام وأنتم بخير. دكتور كامل، كيف نشتري خروف العيد وما هي الشروط الصحية الواجب توافرها فيه؟ يراعى أن يتم اختيارها من المزارع الجيدة، من المربين المعروف عنهم أنهم ملتزمون بالنواحي الصحية وبالتطعيمات السنوية، وعليه يتم النظر إلى المشية من بعيد، يتم النظر إلى مشية الحيوان من بعيد. إذا كانت مشية الحيوان متزنة دون أي ترنح أو دون أي عدم توازن، فإن هذا يدلل على صحة الحيوان، وبالتالي المشية مهمة قبل أن يتم التقرب أو القرب من الحيوان. دكتور كامل، كمان بيقولوا على فروة الخروف، هل فعلا فروة الخروف لها دلالة على ربما إصابته أو خلوه من الأمراض الظاهرية؟ بالضبط، هذا كلام سليم. فروة الخروف تعكس أو هي مرآة لصحة الحيوانات، وبالتالي عندما تكون الفروة متماسكة تمتاز باللمعان والتماسك، وكذلك ما يكون الصوف أو الشعر منفوش مبعفر. طب دكتور، التقاليد المتوارثة من الضغط على جانبي بطن الخروف وأيضا ملامسة قرونه، هل فعلا لها دلالة علمية على صحة الخروف؟ نعم، القرون ليست ذات أهمية كبيرة، لأن هناك حيوانات بدون قرون، وأما ملامسة بطن الحيوان وخاصة ظهر الحيوان، عندما تقترب من الحيوان وتدوس على ظهره بهذا الشكل، مش ما عم نقول على جانبي بطن، لا، على ظهر الحيوان، يدلل أن عندما يكون مكتنز ظهر الحيوان والعظام الفقرات القطنية خاصة والحوض غير بارزة، يدلل أن هذا حيوان مكتنز باللحم. كثير من ربات البيوت ينزعجنا بعد ذبح الخروف من ربما أنه سيأخذ وقت طويل للشواء على النار أو للطبخ على النار، ما هي دلالات أو علامات أنه هذا الخروف هو أفضل أو أسرع في الشواء عن غيره؟ الدلالات: العمر، كلما كان عمر حيوان كبير ويتجاوز السنة، خاصة الأغنام، يكون اللحوم هذه الحيوانات بتكون متماسكة وفي الطبخ بتكون شادة، وكذلك يتم بعد ذبح الحيوان تخزين اللحوم في الثلاجة في التبريد لمدة لا تقل عن 8 ساعات، لأنه إذا ذبح الحيوان وتم الشواء منه مباشرة فإن هذا يؤدي إلى أن لا يستوي بشكل جيد، وكما قلنا بأن يتم تفقد ظهر الحيوان بهذه الطريقة، يتم تفقد إذا كان هنالك إسهالات من الناحية الخلفية، يتم تفقد أيضا عيون الحيوان، العيون البراقة مثل هذه العيون ما شاء الله تكون بشكل جيد، امسك خليل، أيضا رقبة الحيوان، صدر الحيوان يكون مكتنز باللحم، هذا يعني بيكون يدلل ليس هنالك إفرازات مخاطية من الأنف، أيضا الفم الحيوان لا يكون به تشققات ولا تقرحات، ومن فم الحيوان يتم تقدير العمر عن طريق الأسنان، يتم تقدير العمر. هذا كم عمره؟ هذا خروف يعني لم يتجاوز السنة، يتم تفقد نفس الحيوان، نفس الحيوان من بعيد ننظر إليه، إذا كان نفسه طبيعيا ليس بالسريع وليس بالبطيء جدا، يؤدي إلا أن نكتشف صحة الجهاز التنفسي. طيب دكتور، اللعب مع خروف العيد، لعب الأطفال مع خروف العيد هو ذروة طقوس فرح الأطفال بعيد الأضحى، كيف نستطيع أن نحمي الأطفال من ربما الأمراض المتنقلة من الحيوانات، وأيضا في ذات الوقت أن نعلمهم الألفة والرفق بالحيوانات؟ لا مانع، ولكن بشروط، إن ممكن أحياناً يكون خروف شرس أو طبعه عنيف، وبالتالي يجب وقايتهم من عملية الردس، وكذلك عند الاقتراب من الخراف
يجب أن يكون بوجود ولي الأمر أو بوجود شخص كبير يوجههم، وكذلك أن بعد اللعب مع الخروف واتخاذ هذه الإجراءات يكون أن فورا يغسل يديه بالماء والصابون الطفل، كذلك الأم تقوم بهذا الأمر حتى لو كان هنالك أي جراثيم أي طفيليات لصقت بالأيدي تكون إيش نحن في سيف سايد. شكرا لك جزيل الشكر دكتور كامل أبو عمري مدير دائرة البيطرة في بيت لحم، وكل عام وأنتم بخير. أهلا وسهلا وكل عام وأنتم بخير وحياكم الله. إذن بفارغ الصبر ينتظر هؤلاء التجار عيد الأضحى لنشر الفرح باللون الأحمر، وهذه الخراف يبدو أن غلاءها سيجعل المواطن هو الضحية. وفي ظل المشاغل اليومية وتزاحم الأمور والأعمال لا تنسوا هذه النصائح الطبية. دمتم برعاية الله وكل عام وأنتم بخير.